وعاطف اعترف ان اللي دله على المصلحه دي خالكو صادق اللي كان بيشتغل مع باباكو في الجامعه. خالي صادق ده كان اكتر واحد بيتكلم عن بابا ويقول انه حرامي، ما سمعني كلام كنتش بقدر استحمله. تاريخ كان بيكرهه وهو اللي رفع لماما قضيه الطلاق، وهي كانت بتسمع كلامه عشان ساعتها كان بيصرف علينا. كان بيصرف علينا من فلوس اللي سرقها من ابونا 5 سنين وقال لها ما حلتيش حاجه، انا اللي معايا على قد بيتي وولادي. الله يسامحه بقى على اللي عمله فينا. انا كده دوري انتهى، اللي جاي بقى دوركم انتوا. احنا نقدر نعمل له ايه بعد عمره اللي ضاع؟ تروحوا له تقولوا له احنا اسفين، احنا ظلمناك. اي كلام ملوش معنى، انا ظلمته قوي. ما تقسيش على نفسك قوي يا فريده، انت برضو كنتي معذوره. معذوره؟ الراجل اللي حبيته طلع هو الحرامي، وابويا اللي كنت بكرهه طلع هو المظلوم. ما تفكريش في اللي فات، فكري ازاي تعوضيه في اللي جاي. تفتكر ينفع؟ عم صبري الراجل طيب، قلبه كان مفتوح لكم وانتوا ظالمينه، يبقى مش هيسامحكم وانتوا عارفين انه بريء.